السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة وعروض بندة وأسبوع بندة من يوم 11 إلى يوم 17 يناير. هنشوف أهم العروض الموجودة النهاردة، ولكن إحنا بنصوركم بقى في البداية خالص الجائزة اللي عاملاها بندة والمشاركة في الجوائز دي. مكتوب هنا عند كل فرع هتلاقوا مكتوب ازاي بتشترك فيها والجائزة بتكون ايه. نتابع مع بعضنا العروض ونشوف اختارنا ليكم ايه النهاردة. اول عرض قوي جدا في قسم الخضروات والفاكهة، في عرض على اليوسفي الباكستاني ريال 95 هللة للكيلو. ده أول عرض موجود معانا النهاردة في العروض القوية اللي احنا نختارها لكم النهاردة. عرض على البرتقال اليوسفي الباكستاني ريال 95 هللة، زي ما هو في البروشور كده ريال 95 هللة اللي هو نصف السعر. النهاردة العروض وفر حتى نصف السعر، وفي على الجزر برضو الجزر نصف السعر نازل نازل باتنين ريال 75 هللة. دي أول حاجة هنشوفها، وتابعونا بقى هنشوف معاكم باقي العروض. من العروض القوية جدا هذا الأسبوع عرض على الزيوت، عرض على زيت حياة. زيت حياة هنا نازل في البروشور، هما لسه محطوش الأسعار، نازل في البروشور هنا عرض حصري للأعضاء. الحبة لو خدت الواحدة، الواحدة لتر ونص زيت النخيل حياة اللي هي العبوة البلاستيكية دي، لو خدت عبوة واحدة ب15 ريال، لو خدت تلات عبوات ب36 بدلا من 60، والواحدة ب15 بدلا من 20. ده طبعا اللي هو زيت حياة، وفي كمية كبيرة هنا موجودة من زيت حياة اللي هو أولين النخيل. برضو من العروض القوية جدا هنا اللي شايفينها في البروشور قدامنا، زيت زيتون عافية اللي هو 1 لتر نازل نصف السعر، نازل ب40 ريال بدلا من 80 ريال حصري للأعضاء. نشوف هنا العرض على الطبيعة، في هنا عرض اهو زيت زيتون عافية حصري للأعضاء نازل من 80 ريال ل40 ريال للواحدة، والكميات طبعا كبيرة جدا ما شاء الله موجودة. وفي زيت هالة، زيت هالة اللي هو زيت نباتي نازل من 35 ل28 ريال اللي هو العبوة الكبيرة اللي هو 2 لتر و90. عروض الزيوت وأقوى عروض الزيوت اللي هو زيت الذرة، زيت ذرة عافية اللي هو الاتنين حبة صغير واتنين حبة كبير، اللي هو الكبير ده لتر ونص والصغير ده نص لتر، يعني الأربع حبات دول 4 لتر. نازل عليه عرض من 68 ل55 ريال. في برضو عرض هنا على زيت الكانولا باندا لتر ونص نازل من 31 ل27 ريال، زيت الكانولا اللي هو باندا. في برضو العروض اللي موجودة التانية اللي هو زيت دوار شمس اللي هي شركة شمس، الاتنين مع بعضيهم نازلين من 46 ل36 ريال، نازلين ل36 ريال. في زيت نور برضو اللي هو دوار شمس، الاتنين مع بعضيهم عبوة واحدة ل2 لتر ونص نازلين من 57 ل44 ريال، نازلين من 57 ل44 ريال. في زيت صاني، زيت صاني اللي هو ال2 لتر و700 نازل من 35 ل30 ريال، زيت صاني. في زيت حياة برضو نازل ب27 ريال بدلا من 35 ريال، 2 لتر و700 زيت حياة، ده زيت نباتي. هو وصاني ده زيوت نباتية. صاني اللي هو لتر ونص نازل ب18 ريال بدلا من 23 ريال. في برضو زيت نباتي العربي اللي هو الاتنين مع بعضيهم ب37 بدلا من 46 ريال، زيت نباتي العربي الاتنين مع بعض اللي هو لتر ونص. دي كل الزيوت الموجودة عليها عروض
في بند حتى الآن، لأن إحنا في بداية اليوم وفي بداية العروض. لو هتظهر حاجة تانية إن شاء الله هنصورها ليكم. عود زيت الزيتون في نادك، نادك اللي هو 500 ملي عضوي، نازل بين 30 ريال ل 26 ريال. في برضه هنا عافية اللي هو 250 مللي، نازل من 22 ريال ل 19 ريال. في برضه المراعي اللي هو 500 مللي، نازل من 25 وربع ل 20 ريال. المراعي اللي هو 500 مللي. في رحمة اللي هو زيت بكر ممتاز، ده اللي هو 500 مللي، نازل من 23 ريال ل 15 ريال. وفي رحمة تاني اللي هو زيت مكرر، ده اللي هو العبوة التانية دي، 500 مللي، نازل من 20 ريال ل 14 ريال. طبعا اللي هو في اختيارنا لزيت الزيتون بيكون الأفضل اللي هو العضوي، البكر الممتاز. واحنا عاملين فيديو موضحين فيه ازاي ان انت تختار زيت الزيتون. في برضو عافية اللي هو زيت عضوي، نازل من 30 ريال ل 24 ريال اللي هو العضوي ده. برضو بالنسبة للعروض زيت الزيتون، في باندا اللي هو 500 ملي، نازل من 20 ريال ل 14 ريال اللي هو 500 مللي. في برضه هنا زيت زيتون بالبرتقال والمانجا والفلفل الحار والبصل والرمان اللي قدامنا ده، نازل عليه عرض من 23 ريال ل 15 ريال. دي كل العروض اللي هي موجودة قدامنا دلوقتي في زيت الزيتون. السمنة، في سمنة المراعي اللي هي 800 جرام، نزل عليها عرض من 50 ريال ل 40 ريال، يعني نزل عليها عرض 10 ريال. سمنة المراعي اللي هو الحجم اللي هو 800 جرام، نزل عليها عرض من 50 ريال ل 40 ريال. عرض على أرز أبو كاس اللي هو 5 كيلو، نازل عرض الثلاثة، نازلين بكام هنا اهو في البروشور، 3 حبات نازلين ب 84 ريال، والحبة الواحدة ب 30 ريال. الكمية محدودة لكل عميل، 2 اوفر فقط لكل عميل. يعني انت لو خدت واحد ب 30 ريال بدلا من 42.5، ولو خدت 3 ب 84 ريال بدلا من 127.5. لكل عميل عرضين فقط، والكمية طبعا لسه مش موجودة. احنا شفنا هنا لسه مش موجود، لسه ما جابوش منه، اكيد هيجيبوا بقى منه النهاردة او بكرة بإذن الله، لانه عرض قوي جدا وده حصري للأعضاء. عروض الأرز المصري، أرز الوايت سوان المصري اللي هو وزنه 5 كيلو أو 4.5 كيلو، حصري للأعضاء ب 30 ريال، وعرض أسبوعي عادي خالص 34 ريال، هو سعره أصلا 39 ريال. اللي هو الأرز المصري اللي هو الوايت سوان ده، الوزن بتاعه 4.5 أو 5 كيلو. عرض على الأرز المصري اللي هو الجرين فارم الأهرامات، ده اللي مرسوم عليه الأهرامات، نازل سعر 38 ريال بدلا من 42 ريال، سعره بقى غالي جدا. يعني 38 ريال بدلا من سعره أصلا 42 ريال قبل العرض. طبعا العرض اللي هو يعني معقول شوية اللي هو الوايت سوان ده، نازل ب 30 ريال حصري للأعضاء، أو 34 ريال لو عرض عادي من غير حصري للأعضاء. ده بالنسبة للأرز المصري. في عرض برضو على أرز ديرة الخير، 10 كيلو، نازل من 62 ريال ل 50 ريال، أو 49 ريال 95 هرل. أرز ديرة الخير 10 كيلو، نازل من 62 ل 50 ريال. عرض على أرز بنجابي المهيدة بال10 كيلو، نازل من 99 ريال ل 85 ريال. أرز بنجابي بسمتي المهيدة، ده من الأنواع برضو الحلوة، والعرض بتاعه نازل 85 بدلا من 99 ريال.
على أرز بسمتي هندي كلاسيك عنبر اللي هو ال10 كيلو. ال10 كيلو ده نازل من 142 إلى 115 ريال. بوابة الهند أو باب الهند اللي هو ال10 كيلو الكلاسيك اللي هو العنبر ده نازل ب115 بدلا من 142 ريال. أرز جرين فارم اللي هو الكيس الأبيض ده، لأنه فيه منه نوعين، فيه نوع البيج ده درجة أولى نزل عليه عرض اللي هو ال5 كيلو من 47 إلى 39 ريال. 5 كيلو. عرض على أرز باب الهند اللي هو ال10 كيلو نازل من 99 75 هللة إلى 75 ريال، اللي هو ال10 كيلو باب الهند. الناس اللي بتسأل على أرز باب الهند اللي هو ال10 كيلو اللي نازل 75 بدلا من 99 75 هللة. قوي هذا الأسبوع عرض على الأندومي الكرتون ب46 بدلا من 54، وكرتون ليز ب10 ريال بدلا من 17.5. الأندومي اللي هو الكرتون نازل ب46 ريال بدلا من 53 75 هللة. وفي اللي هو ليز الكرتون نازل 10 ريال بدلا من 17.5. كل الأنواع من ليز. في عرض على البطاطس ده، البطاطس الحبة هنا نازلة ب15 ريال بدلا من 24 ريال. دي أنواع البطاطس اللي قدامنا دي العلبة. على الأندومي اللي هو العلبة الواحدة 60 جرام، ال4 حبات ب9 ريال بدلا من 11 ريال. كل الأنواع منها، في بالخضار وفي بالكاري وفي الدجاج، كل الأنواع منها نازل ال4 حبات 9 ريال بدلا من 11 ريال. عرض قوي جدا على المربى اللي هي حلواني إخوان، دي نازل برضو عليها عرض نصف السعر. هما لسه ما حطوش العرض، يعني هو 13 ريال نازل ل6.5، نازل السعر بتاعه 6.5. احنا شفناه في البروشور النهارده، والناس اللي شافت معانا الفيديو اللي احنا عاملين فيها البروشورات هيلاقوه في اول البروشور. مربى حلواني اخوان نازل عليها عرض نصف السعر 6.5 بدلا من 13 ريال. في نوع بقى من المربى اللي هي دي الواحدة، طبعا دي مربى مستوردة فعشان كده سعرها بيكون غالي جدا. نازل عليها عرض من 27 ل21 ريال. دي عروض المربى الموجودة في بند أقوى عرض اللي هو حلواني إخوان ده، نازل عليها عرض الواحدة ب6.5. عروض النيوتيلا، النيوتيلا اللي هي بند 750 جرام نازل عليها عرض نصف السعر برضو بدلا من 30 ريال نازلة 15 ريال، لسه محطوش برضو السعر هنا، شايفينها في البروشورة هي في البروشور نازلة عرض نصف السعر حصري للأعضاء، يعني تشتريها برقم الجوال عند الكاشير 15 ريال بدلا من 30 ريال، وكميات كبيرة وكتيرة موجودة منها. والمربى اللي احنا شفناها برضو دي نصف السعر هي، واحدة ب6.5 بدلا من 13 ريال، عرض نص السعر. الطحينية في بندة اللي هي بالفستق، نص كيلو نازل من 18 ريال ل10 ريال. نص كيلو نازل ب10 ريال بدلا من 18 ريال، اللي هي حلاوة طحينية بندة اللي هي بالفستق. في الجميل، الجميل 250 جرام نازل من 12 ريال، وسادة كمان اللي هي سادة 250 جرام نازل 10 ريال بدلا من 12 ريال. وفي الجميل اللي هي بالفستق 500 جرام نازل 20 ريال بدلا من 26 ريال، اللي هي بالفستق. في طعمة اللي هي 1 كيلو نزل عليها عرض 58 بدلا من 70 ريال. دي 2 كيلو اللي هي الاتنين كيلو 58 بدلا من 70 ريال، اللي هي طعمة حلاوة طحنية طعمة. في حلاوة طحنية برضو طعمة بالشوكولاتة 250 جرام ب12 ريال بدلا من 17 ريال. وفي طعمة اللي هي حلاوة طحنية شعر
نازلة 16 ريال بدل من 19 ريال. دي كل عروض الحلاوة والطحالب. عروض العسل، في عرض قوي جدا على عسل نحل طبيعي 1 كيلو اللي هو لانجنيز. لانجنيز 1 كيلو نازل من 84 إلى 50 ريال، وده ناس كتير واخدة منه. هو نازل من 84 لـ50 ريال 1 كيلو. في اللي هو عسل المراعي، عسل مراعي 250 جرام نازل من 24 ريال لـ20 ريال، 250 جرام المراعي. في برضه ساري ومفيش منه دلوقتي، يعني أول كمية خلصت. في ساري اللي هو النص كيلو نازل من 25 لـ19 ريال، 500 جرام. في اللي هو الغابة السوداء بـ43 ريال، وفي 400 جرام بـ19 ريال برضه، نفس السعر بتاع اللي هو 500 جرام ده اللي هو عسل ساري. في أنواع تاني من العسل، في هنا روضة النحل 1 كيلو نازل بـ38 بدل من 48 ريال. روضة النحل 1 كيلو 38 بدل من 48 ريال. دي كل عروض العسل الموجود. عروض الطحينة، في عرض قوي جدا على طحينة باندا اللي هي النص كيلو نازل عليها عرض نصف السعر برضو من 22 ريال، نازلة 11 ريال اللي هي باندا اللي هي نص كيلو 500 جرام. في عرض برضو على طحينة الجميل 250 جرام نازل عليها عرض من 17 ريال لـ14 ريال، ولكن عرض اللي هو باندا ده حلو جدا، ومن الأنواع على فكرة الحلوة جدا اللي هي الطحينة باسم باندا دي. ورق العنب المعلب، ورق العنب المعلب في عرض على باندا، ورق عنب باندا اللي هو 980 جرام نازل عليه عرض من 21 ريال لـ17 ريال. في اللي هو ورق عنب اللي هو الجاهز ده فيكتوريا اللي هو 400 جرام نازل عليه عرض من 12.5 لـ10.5. وفي جودي اللي هو 2 كيلو نازل بـ30 ريال بدل من 40 ريال، اللي هو الجاهز محشي جاهز يعني اللي هو جودي. دي العروض اللي هي موجودة في ورق العنب. عروض الزيتون المعلب، في زيتون معلب 500 جرام اللي هو إليسا ده نازل، ده شرائح 500 جرام نازل من 22 لـ15.5. ده شرائح 15.5 بدلا من 22 ريال. في برضو منه الشرائح اسود وشرائح اخضر. في باندا 700 جرام نازل من 13 ريال لـ9 ريال، شرائح برضو زيتون اخضر. في زيتون تاني هنا اخضر 180 جرام نازل من 25 لـ18 ريال، نوع تاني موجود. ومن عروض ورق العنب اللي مشفناهوش في الأول، في السوسن. السوسن نازل بـ18 ريال 1 كيلو بدلا من 27 ريال، ورق عنب السوسن. عروض معجون الطماطم، في عرض على معجون طماطم باندا، الباكت نازل من 12 ريال لـ9 ريال 95 قرش. الباكت فيه 8، الواحدة 135 جرام. ده اللي هو نازل عرض اللي احنا شايفينه قدامنا. مفيش على السعودية ولا لونا ولا ندى، لسه مفيش أي عروض عليهم. ده العرض اللي موجود حالا في باندا، 9 ريال 95 هذا بدلا من 12 ريال. في برضه من عروض معجون الطماطم اللي نازلة عروض نصف السعر هنا، في اللي هو رنا، معجون طماطم رنا، الباكت نازل لو خدت واحد بس بـ11 ريال بدلا من 13 ريال، ولو خدت ثلاثة، هيحسب لك الثلاثة بـ24 ريال بدلا من 39 ريال. ده اللي هو رمل، الواحدة بـ11 ريال والثلاثة كام؟ الثلاثة بـ24 ريال. وهنا طبعا برضو مش حاطين السعر هنا، فعشان كده احنا بنشوف في البروشور دي اللي هي رنا. عروض نصف السعر ايضا شطة رنا، شطة رنا 1+1 5.5 بدلا من 11 ريال، حصري للأعضاء.
اللي هي حجمها كام؟ اللي حجمها 474 مللي، شطة رنا. الناس اللي هي بتحب تشتري الشطة في عرض هنا نصف السعر، حصر الأعضاء الاتنين حبة ب5.5 بدلا من 11 ريال. على الخل، خل أبيض باندا 473 مللي، نازل عليه عرض 2 زائد 1 مجانا، 2 زائد 1 مجانا، يعني بدلا من 7.5 5 ريال أو 4 ريال 95. هل ده عرض على الخل باسم باندا؟ قوية جدا في المعلبات، اللي هو فول مدمس ندى ال5 حبات، الواحدة 400 جرام، اللي هو ايه بقى؟ ندى بالفول المقشور او بالخلطة السرية، متنوع يعني. نازل العرض ال5 حبات نازلين من 30 ريال او 29 ريال 75 هللة ل9 ريال 95 هللة. ده فول مدمس معلب باسم شركة ندى، 5 حبات ب10 ريال بدلا من 30 ريال. في برضو عرض على لونة 2 زائد 1، اللي هي الخلطة المصرية 450 جرام، نازل ب13 ريال بدلا من 19.5، اللي هي لونة 13 ريال بدلا من 19.5. في برضو هنا فول مدمس معلب أمريكانا 400 جرام، نازل الأربع حبات نازلين من 16 ريال ل10 ريال 75 95 هذا أو 11 ريال، يعني اللي هي الشركة اللي قدامنا دي، الواحدة 450 400 جرام بس. في برضو فول، دي فاصوليا حمر، فاصوليا حمرة باندا 3 حبات ب8 ريال بدلا من 13.5، الواحدة 450 جرام، اللي هي باسم باندا، دي فاصوليا حمر. في البازلاء الخضراء ال4 حبات نازلين ب10 ريال بدلا من 12 ريال، اللي هي باسم باندا برضو 450 جرام. الفاصوليا البيضاء برضو باسم باندا 450 جرام الواحدة، ال4 حبات ب10 ريال بدلا من 16 ريال. في هيبة اللي هو الفطر ده، ال2 حبة ب11 ريال بدلا من 16.5. في عرض على اللي هو ايه، الذرة الباندا الواحدة اللي هي 340 جرام، نازل ال3 حبات ب12 ريال بدلا من 16.5، عشان في ناس واخدة منها كمان اهو، اللي هي الذرة حلوة، وعلى فكرة حلوة جدا اللي هي باسم الباندا دي، جميلة، 3 حبات ب12 ريال. في هنا برضو حمص مسلوق حدائق كاليفورنيا 3 حبات ب12 ريال بدلا من 14.25، الواحدة 400 جرام، حدائق كاليفورنيا حمص. دي عروض المعلبات اللي موجودة، عروض المعلبات الموجودة حتى الآن. شفنا الفول المدمس، شفنا الفطر، شفنا البازلاء والفاصوليا الحمراء والبيضاء باسم باندا، وشفنا الذرة برضو باسم باندا. في هنا الطماطم المقطعة برضو 400 جرام ال3 حبات نازلين من 12 ريال ل10.5، الطائي. عروض التونة، في جودي اللي هي 80 جرام دي، 3 حبات نازلة ب13 ريال بدلا من 18 ريال، يعني 12 ريال 95 هللة بدلا من 17 ريال 85 هللة، اللي هي جودي الصغيرة اللي هي 80 جرام. في جودي اللي هي الكبيرة ال2 حبة ب13 بدلا من 17، اللي هي بالفلفل بالزيت دوار الشمس. في برضو جولدن 160 جرام، ال3 حبات ب12 ريال بدلا من 14 ريال 75 هللة. في ريم ال3 حبات ب10 ريال بدلا من 13.5، اللي هي 160 جرام، ودي تونة مفتتة. في ريم برضو، ريم اللي هي القطع نازل ال3 حبات 15 ريال بدلا من 19.5. في هنا ألوها اللي هي الخضرة دي 165 جرام، 3 حبات ب14 ريال بدلا من 16.5. في باندا 185 جرام، ال3 حبات نازلين ب16 ريال بدلا من 21 ريال 75 هللة. كل الأنواع منها، في أنواع كتير منها،
في اللي هي زيت دوار شمس دي، وفي اللي هي بالماء والملح، وفي اللي بزيت الزيتون، وفي اللي هي زيت نباتي، وفي أنواع كتير منها. في برضه هنا تونة الخير اللي هي 95 جرام، 3 حبات ب12 ريال بدلا من 15 ريال. الخير 3 حبات ب12 ريال. في المواسم 4 حبات ب12.5 بدلا من 16 ريال، اللي هي كام؟ 95 جرام. دي كل عروض التونة الموجودة في بلدنا. في اللي هي ريوماري، اللي هي تونة سلطة التونة دي، العلبة فيها 2، الواحدة 160 جرام، 30 ريال بدلا من 34.5. دي كل العروض الموجودة في التونة. الطحين أو الدقيق، في اللي هو الفوم اللي هو المنتج السعودي اللي هو الأزرق ده، نازل عرض على 2 كيلو، 3 حبات نازلين من 16.5 ل 12 ريال، اللي هو 2 كيلو 3 حبات يعني 6 كيلو، نازلين ب12 ريال بدلا من 16.5. في برضو الأولى، شركة الأولى، 4 حبات ب10 ريال. الأولى الواحدة كيلو، اللي هو البر. في برضو هنا عرض على البيكر، البيكر ال2 حبة نازلين من 10.5 ل 8 ريال، من 10.5 ل 8 ريال، اللي هو البيكر ال2 حبة. الأولى برضو سواء بر أو أبيض عادي، ال4 حبات نازلين ب10 ريال بدلا من 15 ريال و80 هلل. دي كل عروض الدقيق اللي احنا شايفينها قدامنا حالا، يعني الوقت ده ممكن في حاجات بتظهر بعدين، فده اللي هو موجود في الوقت ده، يعني في بندا على عروض الطحين او الدقيق. عرض على بديل السكر اللي هو استيفيانا، استيفيانا ده اللي هو العلبة فيها 50 باكت، نزل عليها عرض من 19 ريال 75 هللة إلى 12 ريال 95 هللة، اللي هو الحبة يعني، اللي هو بديل السكر للناس بقى اللي بتعمل رجيم أو بتنظم السكر. العلبة ب13 ريال بدلا من 19 75 هللة، اللي هي فيها 50 باكت. العروض القوية جدا هذا الأسبوع، عرض على سكر الأسرة 10 كيلو، نازل من 38 إلى 30 ريال أو 29 ريال 95 هللة، من 38.25 نازل 29 ريال 95 هللة، اللي هو 10 كيلو سكر الأسرة، كميات كبيرة ما شاء الله موجودة. قوي جدا على شاي ليبتون اللي هو الميجا اللي هو الحجم الكبير، اللي هو الباكت اللي فيه 300 كيس ده، نازل عليه عرض حصر للأعضاء ب30 ريال، 30 ريال، وعرض عادي من غير رقم الجوالة ومن غير حصر الأعضاء ب34 ريال بدلا من 50.25، بدلا من 50.25. ده عرض قوي جدا على شاي ليبتون، يعني نازل 30 ريال بدلا من 50.25، حصر للأعضاء، عرض قوي جدا وحلو جدا. ودي آخر حاجة معانا في الفيديو الأولاني النهاردة، والجزء الأول من عروض باندا من يوم 11 إلى يوم 17 يناير. كنا معكم في عروض باندا الأسبوعية، جوكر العروض ونسر اليوتيوب. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، كونوا معنا دايما كل يوم معنا جديد، وتابعونا في باقي تغطية عروض باندا القوية، عروض تصل إلى نصف الساعة. أشوفكم بخير دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.